أنا وصباح السعادة وصباح الفل على حضراتكم جميعا. يوم جديد وحلقة جديدة 10 الصبح في الأهلي، أنا وزميلي العزيز كريم كوجك. صباح الخير. صباح العسل. صباح الفل عليك وعلى كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان في العالم، وأهلا بكم جميعا وبداية حلقة جديدة و10 الصبح في الأهلي. إن شاء الله تستمتعوا معنا بكل الأخبار اللي معنا وبكل الموضوعات اللي هنناقشها في حلقة النهاردة، وكمان تستمتعوا معنا بكل اللقاءات. طيب احنا النهارده معانا فقره سوشيال ميديا، وانا وكريم كنا زي ما تعودنا كده بنحاول نطرح سؤال على حضراتكم. في الاول انت بتعمل كده باخد فكره. السؤال النهارده بسيط جدا، مين في اسرتكم اكتر بني ادم كسول؟ يعني هل الام، هل الاب، هل ولاد حضراتكم، مين اكتر شخص في الاسره كسول ومحتاجين ان احنا نعرف عشان نشجعه على ممارسه الرياضه؟ وخلي بال حضراتكم من حاجه، احنا ان شاء الله في الاسبوع الجاي او اللي بعده هنحاول نعمل كده زي فقره تواصل مع حضراتكم على السوشيال ميديا على الهوا. يعني انا وكريم ممكن نبدا نرد على حضراتكم واحنا على الهوا او بعد الهوا ونعرضها تاني يوم، بس هيبقى في تواصل مباشر مني انا وكريم مع حضراتكم، مش فكره بس هنقرا التعليقات على الشاشه، لا احنا هنرد وهنتواصل. فالنهارده هنبدا كده، مين اكتر فرد في الاسره ما بيمارس رياضه وكسول، علشان نبدا نتواصل احنا حتى معاه ونشجع بعض على ممارسه الرياضه. الاجابه الاولى بالصلاه على النبي عندي انا باسرتي انا. مفيش منافس، انا واخد مركز اول، ده انا بوزع كسل على المنطقه. فهنستنى نعرف اجابات حضراتكم ايه على هذا السؤال. في الفقره الاخيره ان شاء الله نبدا بقى مع حضراتكم اول اخبارنا عن الاهلي، طبعا انه بيواصل تدريباته اليوم، ثم هيدخل بقى معسكره المغلق ده استعدادا لمواجهه الجونه غدا باذن الله. وطبعا الفريق اجرى امس المسحه الطبيه زي ما احنا طبعا متعودين برضو بنبقى عارفين وفقا لتعليمات البروتوكول الطبي. كمان ريني فايلر هيعلن قائمه المباراه، ده هيكون عقب انتهاء المران، واكيد بنتمنى التوفيق للجميع وعوده المصابين بالسلامه في اقرب وقت. زي ما احنا برضو عارفين ان الاهلي والجونه هم اتقابلوا او التقوا قبل كده في 14 مباراه في او 14 مره يعني في الدوري المصري، 9 منهم فاز بيها الاهلي واربعه كان في تعادل وماتش واحد فاز في الجونه. هم طبعا فريقين برضو يعتبروا اقوياء منذ طبعا صعود الاخير لدوري الابطال، فيعني بالتوفيق ان شاء الله وعايزين نشوف ماتش حلو ان شاء الله. خبر كمان هيكون مهم ومفيد جدا الحقيقه على المدى القريب وكمان على المدى البعيد. الخبر بيقول ان كابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين في النادي قرر تشكيل لجنه لتطوير الاوضاع في القطاع وفقا للخطه اللي حددتها لجنه التخطيط للكره بالتنسيق مع كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. طبعا ده بيحصل بعد ما كانوا حصلت مناقشات ليها علاقه بسبل تطوير القطاع طوال الفتره الماضيه. طبعا احنا عارفين ان النادي الاهلي تعاقد مع الخبير التشيكي ميشيل بروكيتش كمدير فني للقطاع، ده شيء مفيد على المدى القريب. ليه؟ لان ده معناه ان احنا الفتره الجايه ان شاء الله هنشوف عناصر مميزه ولافته للنظر هيتم تصعيدها للفريق الاول زي ما هو حاصل الفتره دي مع مصطفى شوبير والعربي بدر وغيرهم من اللاعبين. وعلى المدى البعيد طبعا هيكون برضو في استفاده تانية بان النادي الاهلي هيكون عنده قاعده مميزه ومتاسسه صح بالمعنى الحرفي، يعني ممكن ان شاء الله كمان كام سنه نلاقي الفريق كله بالاحتياطي من القطاع ده بالتحديد. ده طبعا غير انك هتلاقي ان القطاع ده بشكل او باخر يعني هيبقى كانه معمل تفريخ للعناصر الاحترافيه الواعده الفتره الجايه. كلام جميل. نروح بقى بعد كده لخبر كمان عن الاهلي، وهو فوز فريق شباب 18 سنه نادي كره السله على الزمالك ضمن منافسات نهائيات بطوله الجمهوريه. سيطر لاعبي الاهلي على مجريات اللعب، ده بفضل السرعه والتمركز الجيد، لتنتهي المباراه هنا بفوز الفريق بنتيجه 74 نقطه ل 70. مبروك طبعا لفريق الاهلي. النهارده ان شاء الله كمان هيكون في مباراه في منتهى الاهميه اكيد بنتمنى فيها الفوز لفريقنا الكبير في السله، برضو في نفس عالم كره السله. النهارده هيكون اللقاء بين الاهلي وبين الاتحاد السكندري في نهائي كاس مصر، مواجهه كبيره جدا كما هي العاده، يعني دايما من قديم الازل من الاجيال الاقدم من ايام بقى مثلا حتى الاسماء اللي كانت مميزه جدا في نادي الاتحاد واللي شكلوا او نسبه كبيره منهم شكلوا المنتخب المصري لكره السله، كابتن مدحت ورده وكابتن عمرو ابو الخير وسيد السلعاوي واسماء كانت مهمه جدا. دايما لقاءات النادي الاهلي سواء مع الاتحاد السكندري او مع نادي الجزيره تحديدا بيبقى لها رونق مميز جدا. النهارده اللقاء هيكون في النهائي كاس مصر بين النادي الاهلي ان شاء الله، ونشوف يعني مباراه حلوه جدا ما بينه وبين الاتحاد السكندري.
نروح بعد كده الحاجة يعني مش هقول قلبت السوشيال ميديا، بس هي عملت يعني ريتويتس كتيرة وشيرز كتيرة قوي على السوشيال ميديا. البرازيلي نيمار ارتكب، طبعا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، ارتكب خطأ، يعني هو مش خطأ فادح، يعني هو خطأ شوية بس الناس شافته غريب بعد خسارة فريقه نهائي دوري أبطال أوروبا أمس زي ما كلنا تابعنا، لحساب طبعا بايرن ميونخ الألماني اللي توج بقى وقتها باللقب للمرة السادسة في تاريخه. نيمار عمل إيه؟ هو بس أعلن فوز، طبعا بدل ما يقول يعني مبروك لبايرن ميونخ وجه البرازيل التهنئة لفريق بايرن ليفركوزن، ده فريق تاني خالص. كتب النجم البرازيلي البالغ 28 عام عبر حسابه في تويتر، قال الخسارة جزء من كرة القدم، لكن لقد جربنا كل شيء، كفحنا حتى النهاية، شكرا لكم على دعمكم وتفانيكم. ثم أضاف وتهنئة لباير، طبعا اللي هو مش بايرن ميونخ، النادي الآخر، والمتعارف عليه أن باير هو بيرمز لباير ليفركوزن، أما النادي البافاري فهو البايرن ميونخ زي ما احنا عارفين. المهم ان الرسالة دي ضلت عنوانها بالكثير من التعليقات بقى الساخرة والكومنتس اللي احنا عارفينها السوشيال ميديا ما بترحمش يعني. فكتب القائمون على حساب باير ليفركوزن ففي تويتر قالوا كجواب طبعا لتهنئة بقى نيمار، قالوا له شكرا لك يا نيمار، لا نعرف لماذا تهنئنا ونحن في أجازة ونلعب كرة القدم في ألعاب الفيديو، لكن شكرا على أي حال. مش حلوه برضو، مش حلوه يعني. بص هو ردهم هي الصراحه احرجوا اكتر. طيب عندنا حكايه تانية عن نجم بايرن ميونخ الالماني الفونسو ديفيز وصديقته الكنديه جوردن هوتيما، لاعبه اي فريق بقى بالتحديد؟ لاعبه نادي باريس سان جيرمان للسيدات. يبدو كده والله اعلم انه على نجم بايرن ميونخ الفونسو ديفيز ان هو ما يبالغش قوي في التعبير عن فرحته بعد فوزه بلقب دوري ابطال اوروبا، يعني لازم يراعي مشاعر صديقته جوردن لاعبه نادي باريس سان جيرمان، لان هي طبعا يعني اكيد يعني مش هيقدر يعبر بشكل كامل عن فرحته. وبالمناسبه قد يكون هذا الاسبوع بالتحديد يتقال عليه اسبوع تاريخي لهذا الثنائي الرياضي، طبعا فاز بايرن ميونخ الالماني ببطوله دوري اوروبا، فيما ستكون المباراه الحاسمه للنادي الباريسي في نصف نهائي ابطال اوروبا للسيدات امام اولمبيك ليون بكره ان شاء الله يوم الاربعاء. الجدير بالذكر ان ابتدت قصه الحب بين الاثنين اللاعبين دول لما كان عندهم 16 سنه، الكلام ده سنه 2017، وقتها كانوا هما الاثنين بيلعبوا في نفس الفريق، فريق فانكوفر وايت كابس، واحتفلوا في ابريل الماضي بذكرى مرور 3 سنوات على بدء هذه العلاقه اللي صمدت امام الزمن والمسافات. وطبعا قصه حب كانت ملفته جدا لانظار المشجعين الاوروبيين كلهم. كمان هو اصلا قصه الفونسو قصه حلوه، لان هو اتولد في مخيم للاجئين ده في غانا، وبعدين هو عنده 5 سنين راح كندا مع اسرته، فهي برضو قصه كفاح. هو حتى علق في تويتر انا كنت قريتها بعد الماتش وبعد الفوز، يعني كان قايل لمين لو رجع بيا الزمن لسنتين او 3 فاتوا عمري ما كنت اتصور ان ده هيحصل، بس الاحلام بتتحقق. ف دي حقيقة فعلا، أنا بتفق معاك. طب رومانسي برضه، رومانسي حالي. نروح بعد كده لدوري آخر، دوري الخليج العربي، ورابطة المحترفين لكرة القدم شددت على ضرورة الالتزام بالمبادئ العمل البروتوكول الصحي الخاص بمباريات الموسم الجديد المقرر أن ينطلق في 3 سبتمبر المقبل. قالت أنها ألزمت المشاركين في مباريات دوري الخليج العربي إظهار ما يفيد بسلبية نتيجة فحص كوفيد-19 شريطة ألا تتجاوز صلاحيته أسبوع واحد كحد أقصى من يوم المباراة، وتضمن أصلا ويضم أيضا الشروط الصحية الخاصة إلزام المشاركين بالمباريات إظهار هنا ما يفيد بسلبية فحص كورونا وارتداء الكمامات الطبية للمدربين واللاعبين البدلاء والإداريين، واستثناء طبعا اللاعبين داخل المستطيل والمشاركين في الإحماء من ارتداء الكمامة. أيضا عدم السماح بدخول أي شخص اتصل درجة حرارته ل 37.5 درجة مئوية أو أعلى، والتجديد أيضا على التنظيف والتعقيم المستمر للاستادات والحفاظ على مسافة 2 متر بين الجالسين على مقاعد البدلاء والغاء وجود الأطفال المرافقين للفريقين. تالي احنا قاعدين كده مش مسافة سليمة. لا لا ازاي، لا زي الفل زي الفل. على فكرة برضو فيما يتعلق السوشيال ديستنس مش مظبوط يا كريم. بس لا بس ماشي حالها يعني، ماشي حالها. خلاص ما انت لو عيت انا اكيد هبقى عيت. بعد الشر عليك. طيب هنروح بقى لي برضو مرة تانية وعمايل كورونا، اللي احنا تقريبا ما فيش حلقة من اول ما ابتدينا مع حضراتكم هذا البرنامج غير لما بنتكلم على عواقب الكورونا، اما على فرد اما على فريق اما على بطولة بيتم تأجيلها. اعلن نادي الوصل الاماراتي انه هيعمل حاجة بقى لطيفة جدا، هيطبع صور مجسمة بالحجم الطبيعي لكل المشجعين في مدرجات ملعب زعبيل من
الناس اللي هتشتري البطاقات الموسميه لنسخه 2020-2021 والخاصه تحديدا بالدرجه الثانيه من المشجعين. دي تعتبر بادره جديده على ملاعب الامارات، وهيطبعوا صور كل المشجعين طوال فتره عدم حضور الجماهير للمباريات، وحتى صدور قرار من اتحاد الكره ورابطه المحترفين يسمحوا من خلاله بعوده المشجعين مره ثانيه للمدرجات. نادي الوصل كان اعلن عن طرح البطاقات الموسميه للدرجه الثانيه في مقابل 200 درهم اماراتي فقط. طيب، في كلام بقى عن برضو احتمالية هنا تأجيل، بس تأجيل دورة رياضية مهمة جدا، ورؤساء اللجان البارالمبية قالوا أن دورة ألعاب طوكيو التي جرى تأجيلها للعام المقبل قد كمان تتأجل مرة أخرى إذا استمرت أزمة كورونا في تهديد صحة المشاركين. تأجلت دورة الألعاب البارالمبية ل 24 أغسطس 2021، بعد أن كانت النسخة الأصلية ستنطلق مفروض 25 أغسطس اللي هو النهاردة. رئيس اتحاد رياضات ذوي الاحتياجات الخاصة في ألمانيا فريدلهام جوليوس قال هنا ان هم تدرك ان هناك تهديدات بإلغاء او تأجيل الدورة مجددا، واذا كان هناك تهديدا ولو بسيطا للرياضيين فلا يمكن إقامة الدورة البارالمبية. طبعا مع تأجيل كمان أولمبياد طوكيو أيضا للعام المقبل، ده بسبب استمرار أزمة الجائحة. مش ممكن كل الأخبار اللي احنا بنقراها لحد هذه اللحظة. احنا كنا متوقعين طبعا أن خلاص يعني بقالنا شهرين مفروض الجائحة دي أثارها غير مترتبة، ولكن للأسف لحد دلوقتي احنا لسه في تبعات كتيرة ليها وتأجيل لرياضات كتيرة جدا. المؤسف أكتر من كده أن ابتدت في الفترة الأخيرة يعني تتناقل وسائل الأنباء المختلفة خبر أن المفترض مع يمكن على اخر الشهر الجاي يكون في موجه ثانيه او هجمه مرتده. هو واضح ان بداياتها كده في التاجيلات اللي احنا عاملين نشوفها، فمش عارف ربنا يستر بقى علينا ويزيح الغمه دي، لان الحقيقه يعني دمها بقى تقيل والموضوع خوف جدا وسخف. طيب خلونا بقى نروح لمركز النادي الاهلي، لفرع النادي الاهلي في الجزيره مع زميله العزيزه نورهان طمان عشان نعرف من خلالها ايه اخر المستجدات في النادي والتدريبات وكل الاوضاع المتعلقه بهذا الفرع تحديدا من فروع النادي الاهلي. يا نورهان صباح الفل عليكي، ومستنيين نعرف منك ايه الاخبار. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهواند، صباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. هنا من مقر النادي الرئيسي بالجزيرة، يعني يمكن الأجواء هادية نسبيا حتى الآن في الساعات الأولى من اليوم. النهاردة طبعا زي ما احنا عارفين مع اقتراب التدريبات بيبدأ توافد الأعضاء. تدريب النهاردة إن شاء الله فريق الكورة الساعة 5:30 بملعب التتش. زي ما قلنا الأجواء هادية نسبيا، وكان في سلاسة مرورية بشكل كبير جدا وأنا جاية النادي. كمان في حاله من الارتياح بين الاعضاء بعد يعني يمكن بره الكوره بقى شويه، بعد تجديد اللاعب محمود طه لعقده مع الفريق، لاعب كره اليد لعقده مع الفريق 3 سنوات، وكمان ضم اللاعب ممدوح محمود نعمان للفريق لمده 4 سنوات. دي يمكن الحاله العامه هنا في النادي. كمان الجو يعني يمكن كمان مشمس وكويس جدا، ساعات قليله والاعضاء يبداوا يتوافدوا على مقر النادي لمتابعه التدريبات ان شاء الله استعدادا لمباراه الجونه غدا في اطار الجوله 22 من بطوله الدوري. يمكن دي المشاهد. زي ما قلنا في توافد للاعضاء، حالة من الهدوء في داخل المقر، ساعات وإن شاء الله ونتابع تدريبات الفريق. جميل، بنشكرك شكرا جزيلا لزميلتنا العزيزة نورهان طمان مراسلة قناة النادي الأهلي، ونرجع مرة تانية مع كل حضراتكم نكمل بقية أخبارنا. شوف بقى الخبر اللي جاي ده عشان عدم عشان عدم الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية. أسطورة ألعاب القوة الجامايكي المعتزل يوستن بولت أصيب بفيروس كورونا، ده بعد أيام فقط من إقامة احتفال خاص في بلده بعيد ميلاده ال 34. انتشرت لقطات بقى فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا أظهرت عدم وجود أي إجراءات احترازية خلال حفل عيد الميلاد، وأبرزها عدم قيام أي شخص بارتداء الكمامة فضلا عن غياب التباعد الاجتماعي. ويعني خلينا نقول إن هناك كمان محطات الإذاعة الجامايكية كانت بتتكلم إن بولت سيقضي فترة عزله في المنزل وهيتبع كل الارشادات الصحيه الخاصه بمواجهه الاصابه بفيروس كورونا. خلينا نروح نتابع جزء من الحفله ونرجع نكمل.
ثمن غالي، دفعوا ثمن غالي. ده عيد ميلاد قوي جدا الصراحه. هو على فكره هو بكلمه ان ده كان اسطوره في عالم كره العاب القوه، دي ما فيهاش اي مبالغه باي حال من الاحوال. احنا بنتكلم على حد بجد كان مثبت العالم كله في كل الدورات الاولمبيه تحديدا اللي شارك فيها، لان مفيش كده في الدنيا يعني. بس شوف بقى على الصعيد الاخر، مفيش حد اكبر من المرض يعني طبعا. طالما صحيح. انت حتى مهما كانت صحتك قويه، شفنا ناس كتير رياضيين برضو اصيبوا بفيروس كورونا صحيح. فده بياكد ان لازم مفيش حد كبير عن المرض، لازم فعلا كلنا نتبع الاجراءات الاحترازيه المفروض. وطالما مفيش حد كبير على المرض، يبقى اسمحوا لنا نطلع فاصل سريع ثم عوده مره ثانيه 10 الصبح بالأهلي. تفضل.